أما الآن فينضم إلينا من حيفا سيد أمير مخول الباحث في مركز التقدم والخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد أمير أهلا بك على شاشة الغد. إسرائيل ما زالت تمارس انتهاكاتها وإباداتها وجرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة في مناطق الشمال، ما الذي يريده الإسرائيلي من تلك المناطق ومن سكان تلك المناطق أيضا؟ أولا يريد تقسيم غزة تماما شمالا وجنوبا، يريد غزة نظيفة من بين هلالين من أي وجود سكاني فلسطيني ومن أي عمران فلسطيني ومن أي بصمة فلسطينية في نهاية المطاف، حتى تكون مؤهلة لاستخدام إسرائيل بالضم وبالاستيطان وبتوسيع منطقة أسدود ومينائها. المخطط ليس بجديد حقيقة، وإنما الآن تتكشف في كل تجلياته، وحتى الممارسات ليست بجديدة لكنها تتكثف بشكل هائل في جباليا وفي شمال غزة ضمن ما يسمى خطة الجنرالات. لكن حقيقة إن هذه الخطة جاءت ضمن السياسة الإسرائيلية الواسعة وليست هي من صنع السياسة، وهي القضاء على الوجود السكاني أي الإبادة سواء جغرافيا أو عمرانيا أو سكانيا في هذه المنطقة كي لا يبقى أي فلسطيني. هذا مخطط بدم بارد، ليس مخطط غضب وليس انتقاما، وإنما مخطط لمشاريع أكبر تنوي إقامتها إسرائيل. عظيم. طيب، ولكن تطبيق هكذا أمر سيد أمير، يعني هل سوف يترك المجال لإسرائيل، هنا أتحدث عن المجتمع الدولي، لتنفيذ هكذا مخططات بكل سهولة؟ يعني للأسف حاليا إسرائيل الطرف الأقوى والذي يحدد مصير غزة، لا يوجد ضغط عربي بمفهوم اللي يمنع إسرائيل بمفهوم القدرة على منع إسرائيل، وحين ولو تواجد ضغط عربي كذا من هذا النوع سوف تقف في وجه الولايات المتحدة. أعتقد الولايات المتحدة هي من الداعم الأكبر لإسرائيل. طيب، وهي من ألم تكن تعارض الولايات المتحدة الأمريكية سيد أمير أبقاء قوات الاحتلال في مناطق غزة واحتلالها مرة أخرى؟ الصيغة التي جاء تحدث بها بلينكين في زيارته الأخيرة أنه لا يريد احتلالا دائما، وبين الاحتلال الدائم واللا احتلال هناك ممكن تمر سنين طويلة. أصلا لا يوجد أي احتلال دائم، حتى احتلال 67 لم تذكر إسرائيل يوما أنه احتلال دائم، وإنما ذكرت أنه احتلال أو مناطق مدارة أو احتلال مؤقت، ولم تعلن أنه احتلال دائم لأنه عندها سوف تقوم بالضم كما قامت في القدس الشرقية المحتلة، لذلك أو في الجولان. لذلك اللعب بالكلمات هنا لا ينطلي. الولايات المتحدة تعرف السياسة الإسرائيلية، تعرف خبايا السياسة الإسرائيلية، تعرف النوايا الإسرائيلية، وهي في نهاية المطاف تعطي الضوء الأخضر، وإن لم تعطيه مباشرة تسمح به. طيب سيد أمير، يعني تطبيق هكذا خطة أيضا فلسطينيا مرفوض، سكان القطاع سوف يواجهون بأبسط الطرق هكذا مخطط، ربما هذا يرفع من فاتورة إسرائيل، هل إسرائيل مستعدة لدفع هكذا فاتورة الآن في هذا التوقيت؟ يعني إسرائيل تستغل وضع الحرب وانشغال العالم بالذات بالحرب على الشمال وتوقع أو عدم توقع الضربة ضد إيران وكأن هذا هو الحدث الأكبر، وتصبح غزة ساحة خلفية لإسرائيل تعبث فيها كما تشاء تستبيح بها كما ما تشاء، وهذا ما يحدث، وهذا قد يلحق بالدوام إلى الضفة الغربية. لذلك إسرائيل لحد الآن بالنسبة لها الفاتورة مفتوحة، لم تغلق بعد، لا توجد روادع، خاصة وأن لا تزال تقنع جمهورها بالأساس لأنها حرب وجودية بما تقوم فيه في غزة من إبادة بكل معنى الكلمة، لأن هذه حرب. طيب، وما هو مستقبل مصير من كانوا يقطنون الشمال سيد أمير؟ هل تهجيرهم إلى المناطق الجنوبية المكتظة أصلاً بالنازحين والسكان؟ صعب التقدير اليوم، لكن من الواضح لو اعتمدنا النوايا الفلسطينية هي العودة وهذا الإرادة الفلسطينية، النوايا الإسرائيلية هي منع العودة من أي نازح، وهذا قانون في التاريخ الإسرائيلي وتاريخ المشروع الصهيوني بأنه أي نازح أو لاجئ لا يعود، وإذا عاد لن يجد إلى أين يعود، وإذا عاد ووجد إلى أين يعود سيجد الإسرائيلي في انتظاره، وهذا قانون منذ 48 وبعد 48
بال 67 نفس الشيء. النزوع بالنسبه في المنظور الاسرائيلي هو ثابت. هل تستطيع اسرائيل ذلك؟ هذا مربوط بالنهايات، كيف ستكون نهايات هذه الحرب؟ هل ستحقق اسرائيل ما تريد او لا تحقق؟ اعتقادي لن تحقق ما تريد، لكن الثمن الفلسطيني باهظ جدا، وتستعجل في تدفيع الفلسطينيين الثمن كي لا يكون هناك من يعود. طيب، ربما هكذا مخطط يزيد من تأزم ما تشهده المنطقة سيد أمير، وبالتالي يزداد تورط الولايات المتحدة وتعرض مصالحها على الأقل في المنطقة للخطر. ولكن إلى أي مدى سوف تبقي الولايات المتحدة إسرائيل تحت مظلتها برأيكم؟ يعني في حالتين ممكن، دائما ستبقيها تحت مظلتها، احيانا تنقذها من نفسها بهذا المفهوم استخدم الامريكان، انه مفهوم انه اذا اسرائيل تورطت او ذهبت الى عمليه ممكن ان تورطها فسوف تنقذها منها، اما بمنعها او من خلال منع الرد عليها. وايضا الولايات المتحده في نهايه المطاف لن تتنازل عن اسرائيل ولا باي حال من الاحوال، لكن اذا رات ان هناك اراده عربيه حقيقيه، هناك خطر على الأمن العربي القومي العربي جماعياً وكل دولة على حدة، وخاصة الدول المحاذية لإسرائيل، يعني مصر، الأردن، سوريا طبعاً. وأعتقد هناك في تحركات دبلوماسياً في وضوح أنه هاي يعني هناك خطر من هذا النوع، لكن كل ذلك لحد الآن لم يتحول إلى ضغط كافي على الولايات المتحدة كي توقف إسرائيل. الولايات المتحدة تملك هذه القدرة لكنها لا تريد أن تستخدمها. الضغط العربي أعتقد أهم أن يكون على الولايات المتحدة إذا استطاعوا ذلك، لكن لا يقومون بذلك. لكن حتى الولايات المتحدة أعتقد أنه حتى يعني مشاريعها في المنطقة لا تنجح بالضرورة، يعني رأينا الرصيف المائي كيف تبخر وتحول إلى خردة في إسرائيل، وكيف تحول مشروع المساعدات الإنسانية منع والموانئ أو السفن الاصطناعية لم يخرج إلى حيز التنفيذ، ليس كل، والتهجير طبعا لم يخرج إلى حيز التنفيذ. وكل ذلك لا يعني أن إسرائيل قادرة ولا الولايات المتحدة قادرة، لكن بحاجة إلى قوة أخرى دبلوماسيا، شعبيا، سياسيا، استراتيجيا، أن تقوم بمن في ردع الولايات المتحدة عن قيمها. طيب، في إلزامها بالقيم بدور رادع لها. الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية سيد أمير يحتاج ربما في البداية إلى تحرك سياسي فلسطيني، برأيكم هل نحن بصدد الدخول بهذه المعركة السياسية من قبل السلطة الفلسطينية، أم أن يجب أن يكون هنالك تغيرات بداخل السلطة للقيام بذلك؟ لا أعتقد أولا الدبلوماسية الفلسطينية نشيطة في هذا الصدد حقيقة، وهي منسقة تماما مع المجموعة العربية وتقوم بذلك. هل ننتظر أن تكون تغيير في السلطة الفلسطينية؟ هذا كما أن ننتظر أن يكون هناك إنهاء للانقسام الفلسطيني، لن يكون لا هذا ولا ذاك حاليا، لكن هذا هو الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لا يهدد. ولكن سيد أمير، إرادة إسرائيل والولايات المتحدة، هنالك سؤال ملح وربما سئل كثيرا ولم أتلقى إجابة عن هذا السؤال، أين السلطة الفلسطينية مما يحدث في شمالي قطاع غزة؟ أعتقد أنه السلطة الفلسطينية جردت من كثير من مواطن قوتها في السنوات الأخيرة، لديها البعد الدبلوماسي وهذا هو الأساس الذي يتحمله من قوة، لا توجد لديها روافع الضغط على إسرائيل، بل إسرائيل لديها روافع الضغط على السلطة الفلسطينية مالية، منع الدخول أي شيء ومنع خروج أي شيء وأموال المقاصد. لذلك السلطة الفلسطينية اليوم لا يوجد لها أي ظهر، لا دوليا، الموقف الأوروبي ضعيف جدا، الموقف الأمريكي متناسق تماما مع الموقف الإسرائيلي، لذلك تبدو الأمور بهذا الشكل. لكن قد تتغير هذه الأمور، أنا لا أراهن فقط على كيف تسير الأمور اليوم، وإنما قد تتغير حتى قريبا في حال يعني ما هي الخيارات برأيكم سيد أمير ووفقا للمعطيات الحالية، ما هي الخيارات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية والطبقة السياسية الفلسطينية الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة على أقل تقدير؟ طبعا السلطة الفلسطينية لا تملك القوة الآن ولا الطبقة السياسية الفلسطينية. أعتقد أي تحرك يجب أن يكون فلسطيني عربي أولا، وكي يشكل نوع من القوة الضاغطة من الدول الأساسية في المنطقة العربية. طيب، حضرتك ذكرت أن الدبلوماسية الفلسطينية تلعب دورها مع الدول العربية الآن وفي كامل نشاطها، لماذا لم نجني حتى هذه اللحظة أو لم نلمس حتى هذه اللحظة أي ربما نتائج
حول هذا التحرك؟ لأن الأمور تسير بخطوط متوازية، لا يوجد تماس بين الاستراتيجيات الفلسطينية، بين ما يجري على أرض غزة وبين البعد الدبلوماسي وبين ما تقوم به حماس أو الفصائل في غزة، كل ذلك لا يوجد هناك تنسيق فيه، لا يوجد توافق فلسطيني على مرجعية تصير اليوم كي تفاوض أو كي تعالج، يعني تكون هي العنوان، لا يوجد أي نوع من هذا التوافق الفلسطيني الداخلي، هذا يضعف كثيراً الموقف الفلسطيني ويجعله في موقف حرج جداً ويجعل الشعب الفلسطيني في 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 وحده يموت في غزة، هذا الوضع القائم. الإمكانيات إنه حربياً أو غير حربياً لا توجد إمكانيات من هذا النوع، ولا يوجد توقعات من هذا النوع، توجد توقعات عمل السياسي، المجتمع الدولي مسدود تماماً أمام لا يوفر أي أفق. وطبعاً الضعف العربي أيضاً، رغم أنه في هناك نوع من التنسيق لكن لا يزال غالباً قد يؤثر على استراتيجيات للمدى البعيد للولايات المتحدة أو لإسرائيل، لكنه للمدى القريب لا يستطيع، لم يستطع لحد الآن أو لم يحاول حتى إدخال المساعدات بالقوة أو فرض حالة أنه لا تستطيع إسرائيل أن تتجاوز موضوع المساعدات من طريق مصر المكدسة في العريش. كل ذلك يؤثر طبعا، لكن هذا من العوامل الموجودة. هذه نتيجة أن إسرائيل تعتمد ليس على أي شرعية وإنما على قرارها وعلى السطوة الأمريكية والقوة الأمريكية فقط. طيب عظيم سيد أمير، بالانتقال إلى الحالة السياسية الإسرائيلية الآن، يعني كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الحالة السياسية الإسرائيلية في ظل هذه الحرب، سواء على الجبهة الجنوبية أو حتى على الجبهة الشمالية أو حتى بانتظار الرد على إيران؟ يعني لحد الآن من الصعب برؤية أن هناك ستكون متغيرات في الحالة السياسية الإسرائيلية. ما كان من أمال في بداية الحرب بأن المعارضة قد تستفيق وقد تصحو وقد تواجه سياسة نتنياهو، المعارضة قررت أن تسير في سياسة نتنياهو وتعارضه شخصيا، لذلك لا توجد لديها فاعل معاكس لحكومة نتنياهو، يحاول ذلك رئيس المعارضة لكن بشكل ضعيف جدا. في نهاية المطاف أعتقد الحكومة متماسكة، الحكومة تعززت، الاستطلاعات تبشر أن اليمين لديه الغلبة لحد الآن مرة أخرى، وأن حزب الليكود سيكون الحزب الأكبر حتى لو لم يستطع تشكيل حكومة بسهولة، لكن لديه الاحتمالات الأكبر لازالت، أو لديه إمكانية منع أي قوة أخرى تشكل حكومة بديلة، لذلك سيبقى بالحكم حتى لو بمستوى بوضعية حكومة تصريف أعمال. لكن كل ذلك يؤكد أنه السياسة الإسرائيلية الداخلية لا تطرح أي بعد سياسي أو مخرج سياسي من حالة الحرب سوى النقاش اليتيم حول الصفقة أو عدم الصفقة، الذي تحول إلى ملهاة في السياسة أكثر مني إلى واقع حقيقي. نعم أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد أمير مخول، الباحث في مركز تقدم والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.